سي محمد عطينا الاسم ديالك. انا الغيراني محمد، تنطلب من الوكيل الملك ووكيل العام ومن السلطات المحليه يحميوني. رانا وليت مهدد دابا، ولات تلحق عليا حتى الخدمه وتتهددني في الخدمه. راه مشهود الشهود، انا حدا دار الضو، جيو لحدا دار الضو وتشوفوها. يوميا جي، يوميا يوميا. انا وليت مخلوع حتى الخدمه، ما بقيتش نمشي ليها. واخا ولات سي بنتي فيا محمد، خايبه، ما بقاتش بغيت تمشي للمدرسه كاع. سي محمد قبل من هذا الشيء غترجع معايا كيفاش شنو السبب ديال هذا المشكل؟ هاد المشكلة خويا هي واحد الأخت ديالي خلات لينا هاد الدويرة، الله يوليها برحمة الله. رانا ساكن في حقي وهما راه كارين الدار التحتانية، وهي راه بغات تجي تخويني هنا. صافي، هذا هو الواقع. دابا أنت ساكن في حقك ديال الوراثة. حقي ديال الوراثة، أنا وارث. وأنت هي وارثة بحالك؟ هي وارثة، أنا راه عندي عودي، راه عندها نص عود اللي بغات تخويني. وقالت لك بغات تبدل القفل، باش السدة. علاش السده؟ السده لنا دار 30 عام هادي ديال منا وما لعانا باش بغينا نبيعوها، ما بغاش تبيعها. قالت لك لا، خليها مسدوده، حيت هي عندها جوج ديور، ما عندها لا ولد لا بنت لا راجل لا والو. وانا غير حارس السيارات، راه يلاه تنصور 400 درهم 500 درهم تناكل انا وليداتي وحافظ الله. وتطلب من سيدنا يشوف من حالي ومن السلطات المحليه يحميوني، يحميوني. انا وليت دابا مهدد بزاف. شحال نتوما ديال الخوت؟ حنا خو اربعة الخوت وجوج خواتات. بوحدها هي اللي نايضة بوحدها. خوت قريش كيقولوا؟ تيقولوا واحد قال لهم انا راه كاري بيت، انا راه كاري بيت، قال لهم تنخلص الماء والضو. لا حول ولا قوة الا بالله. سي محمد انت دابا قلت لي هاد المسألة ديالك، شحال دابا وانت كتعاني معاها؟ تنعاني معاها دابا تقريبا من 2021. ها الشكاية فينا يا خويا، هي من 2021 دفعتها الوكيل الملك. ها هي فينا هي. ودابا كاين هاد الإفراغ، واش بأمر قضائي من المحكمة؟ لا، ما كاينش أمر قضائي، ما عمرني دزت للمحكمة، ما عمرني شفت الوكيل. أنا بغيت نشوف الوكيل. مشيت جاوني البوليس دابا، البوليس اللي جاوني قال لي عندك أجل من سيمانة 15 يوم غتخوي لها وتعطيها الساروت. وبناء على شنو؟ الله اعلم. علاش بناو؟ ما عرفت. قال لك حقا عندك استغلال ملك الغير. واش انا كاري ليا؟ كاري ليا، رانا وريت ساكن بحقي. شو جاوبتيهم انت؟ شنو كتجاوب قلتيهم؟ قلت لهم رانا ساكن، انا وريت ساكن بحقي. باش الخوي راه ما عنديش باش نكري. انا ما عنديش باش نكري. ملي مشيت عند نهار 15 يوم قلت لهم انا ما عنديش باش نكري، قدموا لي عند الوكيل. قال لك ماشي حل هذا، سير شوف معاهم وكذا. سير حتى الاثنين. ملي مشيت نهار الاثنين ثاني لقاني في الطريق، قال لي سير خوي من الاحسن غادي يعتقلوك. مشيت عند واحد المحامي صحيبي هنايا مسكين، حكيت ليه الامر، قال لي ما بقيتش تمشي عند البوليس، نهار يجيوك ولا يجيو عندك جي عندي علمني. انت تقدمت الشكايه للوكيل الملك، ما استمعش. دفعت اخويا، ها هي تا هي دفعت هذيك الشكايه للوكيل الملك. مشيت جا عندي الشاوش، قال لي يا ودي، قال لك الاستاذ سر هذه الهضره قولها للبوليس. وانت ما توصلتي لا بالسيد عالم لا السيد عالم والو. انا قلت لك مسافر، مشيت مسافر وجاو البوليس يسولوا عليا، خلاتني مع العيد الكبير. يلا داز العيد الكبير بيومين جاو لي البوليس. جيت انا سافرت، ملي جيت صيفطت واحد السيده هو عليم الحانوت، عيط عليه في التليفون، قلت له خويا البوليس مالهم جاوني؟ قال لي يا ودي راه اختك اللي جابتهم لك، راه شاكي بك ثاني، وجابتهم حتى لهنا حتى للباب وتهرسوا في الباب هنا. سمع شحال عندك ديال الوليدات؟ سولها الجيران هما الكريه، سولهم. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي بنيه عندها 6 سنين. انت ومراتك والبنيه؟ انا ومرتي وبنيتي عندها 6 سنين. ودابا في قدر الله دابا خرجتي من هنا، فين غتمشي؟ فين غنمشي؟ ما عنديش اخويا نمشي. من الاحسن يصيفطوا لي وليداتي للخيريه ويصيفطوني انا للحبس ونعطيهم الساروت، هذا هو الواقع. هادشي اللي كاين اخويا. الله يطلب من سيدنا. هو يجيب دابا مجموعين هذوك، فين باغي من الوكيل الملك ووكيل العام والسلطات المحليه يشوفوا من حالي ويوقفوا معايا. راه ديما وليت مهدد دابا، انا الخدمه ما بقيتش نقدر نمشي للخدمه. وانت مشي تجيب بغا نجيب السيطرة الحليب لوليداتي، ما قادرش نمشي حتى للحانوت. قلت لي كتجي عندك هي تتبوط البوطالة تطيح، دايره براسها تطيح بالعاني. وهداتني باش شحال من خطره، وعاودت مشات شكات بيا ثاني، دارت دعوه ودارت سيرتيفيكا وعطيتها 10000 ريال غير تسلفتها وما فحاليش، وتسلفتها مع مول الحانوت عليها. هو شاد مسكين يلاه كملت 10000 ريال. لاش 10000 ريال باش دارت لي التنازل ودفعته هنا في المقاطعه الاولى.
شنو كتطلب اليوم؟ شنو بغيتي تسمع منك؟ تطلب اخويا من سيدنا ومن الرأي العام يشوفوا من حالي، رانا مهدد بزاف، وليت اخويا لا اله الا الله، ورانا غير فقير، رانا ادري واش ما عنديش دابا شكري، ما عنديش دابا شكري. نصور 400 500 درهم اخويا، راه اش غادير لي الله تناكل انا وليداتي. وليت الحاس بالحمرة اخويا، الحمرة هي هادي اخويا، هي هادي الحمرة. الله يبين الحق، الله يبين الحق، الله يبين الحق. اختك شو تبغي تقول لها من هذا المنبر؟ لا نقول لها اخويا الله يهديها، الله يهديها، الله يهديها والله ياخذ بها. راه يلاه هاد لي ما تخاط بها الله، راه طاحت هرست بوحدها بلا ما نلحق لها بلا ما والو، طاحت هرست راسها، راه دايره تاني العكاكس دابا بالعالي. إذا حنا دائما بدورنا كنتمنوا دائما من خلال هذا البث أو هذا الفيديو مع بو محمد اللي كنصوره مع الآن هنا بنيت ستاس، دائما يكون حتى حارس السيارة أقول حارس السيارة كما كتسمعوا، كنتمنوا يكون حتى تفاعل، يكون حتى تجاوب من جميع الجهات المعنية، من جميع الجهات المسؤولة، سواء أمن وطني، سواء الناس ديال القضاء، الوكيل الملك والوكيل العام يحميوني منها. انا وليت بهدد بزاف، انا مرض في نفسي، مرض في قلبي، وليت مريض ما قادرش نخرج، نبغي نجيب هاد السيتر الحليب ولا خبزة من الحالة، و تولي تخيم بلا طيح ليا تاني بالعالي. بو محمد بالنسبة للناس اللي بغاو يتعاون معاك ولا شي حاجة، حافظ نمرتك. ايه حافظ النمرة ديالي اخويا 07 72 89 05 52. عاودها. شارع جيش الملك الرقم دار 11. عاود النمرة. 07 72 89 05 52. إذا المشاهدين الكرام دائما من متبعي أصوات، تحياتي لكم. طلب خوتي المغاربة يشوفوا بالعالي. ورقم ديال بو محمد. أنا فقير ما عنديش باش نكري، ما عنديش باش نكري. وهي تقول يا خويا فين غنخوي، فين غنمشي انا؟ اللهم يمشي يدوا لي وليداتي الخيريه ويصيفطوا لي انا الحبس، هادشي اللي بان لي انا. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا شكرا لك ابو محمد دائما على هذا التصريح اللي صرحتي معنا، وتحنا دورنا كنتمناو الله يخلصكم العفو، هذا واجب، الله يدير بحسابكم. امين. كيما درتوا بحسابي وجيتوا شفتوا هذا واجب، شوفوا الحاله العويجات انا جامعه اخويا، هات شوف انت العويجات انا جامعه، انا تنسلى في الموت صافي. لا اله الا شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.